كنت جالسه كنتفرج في واحد المسلسل تركي وشهاوني في هاد الكيكه ديال الحليب اللي مشهوره في تركيا، فاجي نوريكم الطريقه. الكيك ديالها سهله بزاف، ثلاثه البيضات، كاس ديال السنيده والفاني، كتخلطيهم حتى كيبيض الخليط، وضيفي كاس ديال الطحين مع خماره ديال الحلوه، مول مدهون بالزبده والطحين، قبي الخليط ودخليها للفران طيب لنا ربع ساعه، راه كتكون واجده. كتجي خفيفه كالقطن، غتسقيها بنص سيترو ديال الحليب وهي باقه سخونه، ضروري تقوي الحليب. الشونتيه مع كاس ديال الحليب ديري كطبقه ثانيه ودخليه للثلاجه. الكراميل كاس ديال السنيده حتى كيذوب، معلقه ديال الزبده كتخلطي، وعلبه ديال ياغورت طبيعي خليه يدفى شي شويه، ما ديريه سخون وسرحيه من الفوق وديري هاد الخطوط بالشونتيه على شكل ملفاي، دخليها للثلاجه اقل مده ساعه وبالصحه والراحه.